يا هلا فيكم في ترند. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفريق عمل برنامج السارية بعد النجاح اللي حققه البرنامج من عقب عرضه خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، كما أشاد سموه بالجهود اللي بذلها فريق العمل على إخراج البرنامج بهالشكل المشرف واللي حصل على إشادة كبيرة من داخل البحرين وخارجها. أعلن الحساب الرسمي للمجلس الأعلى للمرأة على إنستغرام عن إطلاق لجنة الشباب بالمجلس مسابقة قصتي بعدستي، وهي مسابقة تصويرية لتسليط الضوء على طبيعة المبادرات والمساهمات المؤثرة للمرأة البحرينية في التعامل مع تحديات الظروف المستجدة اللي فرضتها جائحة كوفيد-19 سواء في ميدان العمل أو في المحيط الأسري والاجتماعي، وتتطلب المشاركة توثيق قصة ملهمة ومؤثرة إما من خلال التصوير الفوتوغرافي أو المرئي وبشكل احترافي ومبدع للتعريف بمضمون القصة. فرصة المشاركة في المسابقة مفتوحة لكل من لديه القدرة والموهبة من المواطنين والمقيمين من الجنسين، وسيتم فتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة خلال فترة من 28 مايو وحتى 28 يونيو 2020. هاشتاغ فك الحظر الأكثر تداولاً في تويتر في المملكة العربية السعودية من عقب قرار فك الحظر التدريجي اللي بدأ صباح اليوم الخميس في جميع مناطق المملكة فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحياً، بينما جاء هاشتاغ شوارع الرياض في المركز الثاني على قائمة الأكثر تداولاً في تويتر بعد تطبيق فك الحظر صباح اليوم خاصة في شوارع الرياض واللي شهدت ازدحام شديد. كشفت شبكة نتفليكس عبر حسابها الرسمي في تويتر عن أول مسلسل سعودي من إنتاجها اللي من المقرر بدء عرضه 11 يونيو المقبل، وقالت الشبكة في تغريدة عبر تويتر: الكل عنده سر يخفيه، وساوس يعرض 11 يونيو. المسلسل يتألف من 8 حلقات من إنتاج الشبكة الأمريكية وإخراج السعودية هناء العمير، ويقدم حبكة درامية للأحداث تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال. وتقول مخرجة المسلسل أن عرض المسلسل أمام 183 مليون مشترك في نتفليكس حول العالم وهو في حد ذاته شيء يدعو إلى الفخر والسعادة، وتتمنى أن ينال المسلسل إعجاب المتابعين في السعودية والخليج والوطن العربي حول العالم. صورة انتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وصفها البعض بالمشهد الرائع وشكل جديد من أشكال التضامن والاندماج بين المسلمين والمجتمع الأوروبي، وتتضمن تجمع لمئات المسلمين في مسجد في ألمانيا لأداء صلاة العيد، ولكن بسبب حرصهم على التباعد الاجتماعي خلال أزمة كورونا لم يسعهم المسجد الكائن بمنطقة ويتسلار، الأمر اللي دفع متجر آيكيا الشهير والقريب من المسجد بالسماح للمصلين بالصلاة في مواقف السيارات التابعة له. ريدالونج تطبيق جديد أطلقته شركة جوجل لمساعدة الأطفال على تطوير مهارات القراءة، وقالت الشركة في مدونتها: مع التزام العديد من الطلاب حالياً منازلهم بسبب إغلاق المدارس، تبحث العائلات في جميع أنحاء العالم عن طرق لمساعدة الأطفال على تنمية مهارات القراءة. ريدالونج باي جوجل هو تطبيق أندرويد للأطفال اللي تزيد أعمارهم عن 5 سنوات لمساعدتهم على تعلم القراءة عن طريق تقديم تعليمات لفظية ومرئية أثناء قراءة القصص جهراً، ويتوفر التطبيق في أكثر من 180 دولة وبتسع لغات مثل الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والهندية، ووعدت الشركة بالاستمرار في تحسين التطبيق وتوسيع مجموعة الكتب وإضافة المزيد من الميزات والحفاظ على أمان وخصوصية الأطفال، فالتطبيق لا يحتوي على إعلانات أو عمليات شراء داخلية. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، مع السلامة.